أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجرتق وشهرة العرس في السودان والإسلام. العرس هو الزواج، والعرس هو من كلمة عار سي، عرس عرس العر يسيء. العرس العر يسيء أو العار يسيء هو إنه الزواج بين أبناء العم المتشابهين الأكفاء، إنه في الجمع بينهم هو جماع طاهر يؤيد إلى وجود خالق طاهر هو الله. أما في جمع المختلف عندما يكون الرجل والأنثى ليس أبناء عم فيسمى بالعار، لأن اختلافهم يذكر باختلاف العورة، وإن اختلافهم هم مختلفين وجمعوا يذكر ويكشف بسر الجماع، وهو في التقاء المختلف في عورة الذكر والأنثى، فلذلك سمي بالعار من معنى التعري. فعندما العرب يتزوجون أبناء عمهم يسمونه بالعرس، العير يسيء. وذكره الله في القرآن، قال الله: نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهم. إن النساء الزواج الصحيح الرجل يكون متزوج من أنثى بنت عمه كفء، حتى تكون ما يسمى دارجيا بالسترة، إنه في لباس، إنه ليس عار وتسكير بالعورات وبالجماع. فالزواج بين أبناء العم وهو ما يسمى بكفاءة النسب هو من شروط الزواج المشهورة في الدين الإسلامي في المذاهب الأربعة. ولأن الزواج هو من آيات الله، قال الله: ومن آياته إن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إن الرجل عندما يتزوج من أنفسهم من بنات عمه ومن أهله، هذا يؤيد إلى وجود الطهر في الخلق، أن الزواج والجماع هو طريقة خلق الناس. فعندما تكون من طريقة طاهرة بين متشابهين، فهو الغول بطريقة خلق طاهرة تؤيد إلى وجود خالق طاهر هو الله. ولذلك الزواج والجماع فيه ما يقر آيات الله، وقال الله: أقم وجهك للدين حنيفة. والحنف هو الطهر والجمع الطاهر بين الذكر والأنثى، كما مثلا في الوجه الإنسان الحنيف، إنه في الشريعة وفي الإسلام وفي العروبة أحيانا يقولون بأن الوجه عورة، والعورة إنه الوجه فيه معاني جمع ذكر وأنثى، إنه الأنف تشابه الذكر والفم تشابه الأنثى، وهم غير متمعين غير متوحدين، فهم في بعد مكان ينبت الشنب والشارب. فهذا البعد بين المختلف في الوجه الإنسان الحنيف يعتبر هو من مؤيدات وجود الطهر، واستعلاءه في الوجه وفي جسم الإنسان عندما يقف هو القول بعظمة الله ووجود الطهر وتأييد وجود الله. فلذلك في إغرار وفي إشهار إلى الجمع بين الذكر والأنثى في طهر حتى في وجه الإنسان. وعندما يتزوج الذكر والأنثى، لذلك تقليديا عند العرب والمسلمين يكون فيما يسمى بالشهرة، والشهرة هي إشهار الزواج، وهي من شروط صحة الزواج في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر إلى شهرة الزواج، ولأن الزواج والجماع بين أولاد العامة الأكفاء فيه تأييد وجود الله، لذلك هو من الشهادة والإغرار إلى الإسلام، فإشهاره فيه المنفعة الدينية. الشهرة هي إشهار وتبيان وإخبار وإعلام الناس بالزواج ومن تزوج، وهي من شروط الزواج في الإسلام. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا بليتم فاستتروا، وهو ستر ودس وإخفاء العيوب والمعاصي لأنها خطأ. وأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل بستر نفسه عندما قال إنه زنى، ولم يتسرع إلى عقوبته بالشريعة، وإشهار أمره بين الناس. ولكن في الزواج الصحيح فيه الطهر يشهر في الإسلام لتوضيح الطهر في الوجود مما يظهر ويؤيد وجود الله. والزواج يشهر حتى يحسن الزوجين في سكنتهم وطلوعهم مع بعض من أذى الناس، والإخبار عنهم السلطات بأنهم زنوا وارتكبوا جريمة أو معصية في الإسلام.
الشورى هي تكون في التأكيد من صحة الزواج حتى لا يكون في حرج للزوجين بين الناس من زنا إن كان الزواج غير صحيح وباطل من جهل وتخبط جنسي. وقال الله حتى لا يكون عليك حرج في آية الزواج من أولاد العم والأهل، لأن في زواج الغريب حرج ونقص وزل وزنا وجريمة. وأخبر الله إنه أمر بزواج الأهل لنهي معاني الحرج بين الناس، والحرج هو شعور الذل وإنه أقل بين الناس. الإشهار هو التأكيد للناس المعازيم ومن يسمع بالزواج إن الزواج كان صحيح ووفي شروط الزواج في الإسلام، وهو ما يسمى بالجرتق. والجرتق هي كلمة من 4 كلمات: الإجي رأى يأتيه قي، والقي هو اللغي أو الجمع أو الفهم. فإجي رأى يأتيه قي يعني من جاء رأى يأتيه الغي، يفهم من رأى، يفهم. وهو استعمال الرموز لإغرار وإعلام فهم أو علم، استعمال الألوان والأشكال لحتى يعرف الناس ويشهر بينهم الفهم. وهو قول من رأى وشاف وظهر على الزوجين يفهم ويعرف إنه زواج صحيح، وهو باستعمال الحرير والياقوت والفضة والذهب واللبس الجميل والبخور ورغيس العروس والغناء، بأنه هو جمع بين ذكر وأنثى في طهر، وفيه ومن تأييد وجود الله وفي شعائر الزواج في الإسلام، ووفى شعائر الزواج في الإسلام. الجرتق هو إظهار الزوجين للمعازيم والناس بأنهم أوفوا شروط الزواج، وهو لذلك عهد وحلف وقسم وتأكيد للناس إن الزواج صحيح، وإنه ليس زنا ولا سفاح ولا استحياء ولا حرب، ولكن جمع طاهر لغرض العفاف والشرف وطاعة الله وتواصل الإنسانية والقبيلة والشعب. قال الله: شعوب وقبائل لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتطبيق الإسلام حتى يطمئن الناس ويطيب لهم الجمع بين الذكر والأنثى المتزوجين، ويفرح الناس بوجود الطهر، وهو يؤيد وجود الله رب الإسلام. وقال الله: من ذا الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله فيه منفعة رفع الأذى عن الناس والاضطرار في الأذى. ولذلك المعرفة الله في أهمية رفع المشقة والأذى، ولذلك يجب شهرة وجود الله. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي ناس يقولون الله الله. والجرتق وهو إشهار الزواج، إن المتزوجين أبناء عم كفو، إن هي حليلته، إن هي بنت عم الكفو التي هو يملكها، وإنه جزء من التطهير من العلاقة بينهم حتى يكون الجماع والولادة في طهر، يؤيد وجود الله. أول وأهم مظاهر الجرتق هو إنه العروس بتكون لابسة الأحمر، تلبس فستان أحمر ومن فوقه التوب السوداني، التوب الملفوف الأحمر، وبتلبس الذهب. والذكر أو الرجل يلبس الثوب الأبيض العام، الجلابية أو الثوب، و يكون فيه زيق بالأحمر والذهبي، ولذلك يسمى السرتي. فهذا هو اللبس الرئيسي في الجرتق. العرب ذكور وأناس يلبسون اللبس العام الذي يغطي من جميع الجسم حتى يذكر أنه هو في جسمه يستتر بزواج أولاد العم. فعامة الثوب هو للإغرار أنه عربي وأنه يتزوج ابن عمه، العي إم الوعي يكثر، لأن العم هو أخ الأب، الأخ أزى والأب يرفض، فمعنى الكلي للعم
هو الأخاب، فالحاجة ما تكون فيها أخاب ليس فيها أذى يمكن وعيها، ولذلك يسمى العم العيئم. فاللبس الثوب العام هو للتذكير بأنه عربي وأنه يتزوج ابن عمه، وهذا يكون في الجرتق، إنه العروس بتكون لابسة فستان والعريس بيلبس الجلابية، والاثنين الثوب عام يكسو جميع الجسم، ومن فوق العروس بتلبس الأحمر وهو للتذكير بأنها تذكر بالدم إنه هو ابن عمها لحمها ودمها، والعريس يلبس الأبيض، والأبيض هو تكرار النور للقول بأنه طهر، ففي ذلك يؤيدون إنهم ذكر وأنثى، لأنه الذكر لبسه ليس استحياء من فقد، لأن الذكر يلبس لبسه من الطهر ولذلك يلبس الأبيض، أما الأنثى لبسها ليس فقط من الطهر ويعني ستر النواقص والعيوب والنجاسات في العورة، ولكن أيضا لأن هي أنثى عندها فقد في العورة فيه استحياء زيادة، ولذلك لبسها فيها معاني الزينة، ولذلك الأنثى لبسها فيه الزينة واللون الكثير مقبول. فالأنثى بتلبس اللون الأحمر هو من الزينة، وهو التذكير إن هي لابسة ألوان وفي زينة إن هي أنثى، ولأنه هو زواج جرتق وزواج أولاد عم لذلك وعلى قدم لذلك اللبس الأحمر. وأحيانا فيه من ألوان الذهب، الألوان الذهبية، والرجل لبسه يسمى السرتي لأنه ثوبه فيه زيق بالأحمر يذكر إلى أنه بنت أهله بنت عمه، واللون الذهبي، واللون الذهبي الذهب العروس تلبس الذهب، والذهب هو حديد لونه أصفر، الحديد هو من آيات الله، قال الله في صورة الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمن منافع الحديد إنه هو يبعد الأذى، إنه لو في حديد قفص بتاع حديد يبعد الأسد إنه ما يأكل الناس، فهو تبعيد عن الأذى، ولأن الطهر هو تبعيد الأنثى عن الذكر لذلك الحديد فيه معنى الطهر، ولذلك وجود الحديد هو من تأييد وجود الطهر وجود الله. والحديد الأصفر اللون الأصفر هو اللون الأبيض الذي عليه حمرة، عندما يضع مثلا بصل لونه أبيض في النار في الزيت بعد دقائق في النار ينقلب لونه إلى الأصفر، إنه الحديد الحمرة أبعدت من اللون الأبيض، ولذلك يسمى الأصفر الأذى فيه رأى، إنه هو بعد الأبيض، الأبيض فيه معاني الطهر والعطاء، وعندما يفقد لمعاني الأذى، ولذلك اللون الأصفر لمعاني الأذى، فالحديد الأصفر هو للغول بالبعد لمعاني الأذى، ولأنه الأنثى فيها معنى الفقد والأذى، لذلك في الإسلام حلل الذهب على النساء وحرم على الرجال، ولأنه الحديد إنه يكون في بعد لمعاني من المعاني الأذى، لذلك الحديد هو من رموز العقل تقليديا في العرب وفي الإنسانية، إنه لذلك الملوك أهل الفهم وأهل الإقرار والحكمة والحكم يكون دائما يلبسون التاج وهو من الذهب في يضعونه على رصينهم على رؤوسهم، فالذهب فيه معاني الفهم، ولأن زواج أولاد العم هو من الفهم وإغرار الفهم، لأنه فيه معاني بعد الأذى وفيه تأييد معاني جمع المتشابه ومعاني استمرارية الحياة، فهو إغرار لمعاني الفهم، ولذلك كثرت لبس الذهب عند العروس في جرتق للتذكير بأنه زواج صحيح وزواج عاقل وزواج عروبة وزواج، لأن العرب هم أهل العقل، قال الله قرآن عربي لعلكم تعقلون. فالذهب هو لذلك يسمى الذهب من الأذي هي يأب الذي يأب الأذى، لأنه هو التحديد من الأزفر من الأذى فيه رأى، فهو لمعنى الأمان والسلامة، ولذلك هو من طيبة الأنثى وجمالها، فيحق لبسها للأنثى. أما الحديد الأبيض
أو الرمادي هو ال 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 فيه ال الحديد لمعنى ال ال البعد بين الشيئين من الأذى، إنه واللون الرمادي هو لون الرماد أسود وأبيض، إنه لي العدم، فعدم الأذى التحديد إنه فيه العدم، لذلك عدم الأذى هو لمعاني وجود الذكورة والذكر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لبس الفضة، ولذلك سمي بالفضة. فيه يدي الذي يوعى إنه فيه العطاء، لأنه فيه الحديد يعني من الأذى، ليس فيه، فهو رمادي، فهو فيه فقد معاني الأذى، فهو لمعاني العطاء، فهو لبس الرجال. أما في الجرتج يكون في لبس الهلال، وهو للرموز وليس لبس دائم، فهو يلبسه العريس، وهو حديد في شكل هلال، والهلال هو القمر الصغير، البدر الصغير في بداية الشهر، يسموه الهلال، هذا الشكل المعوج، الدائرة المعوجة الصغيرة من الذهب، وهو للغول بأنه هو حقيقة الذهب، هو للحقيقة وللفهم وللمصداقية، والهلال إنه هو حقيقة أهلها. فالرجل يعتز في الجرتك بلبس الهلال، وهو يخيط على قطعة من القماش وتربط على 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 وجهه، على رأسه، يسمى الهلال. لبس الهلال هو حديد أو فضة أو ذهب في شكل الهلال، وهو شكل القمر في بداية الشهر. وقال الله: لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب في اللغة العربية فيها معنى الإحساس واللمس والزواج، والأهل لمعنى الأغرباء من الدم من كلمة الهلال. والغمر لأن الغمر يرمز للعطاء، لأنه دائرة بيضاء في سواد الليل والعدم، والليل يرمز للملك لأنه الليلة، إنه فيه معنى المنع، ما هو ليس له وليس ملك له وليس له. والليل من آيات الله، إن من خلق العالم له ذات وملك. الهلال يلبس في جرتق للغول بأن الزوجة من حلاله ومن ملكه ومن أهله وبنت عمه، وفي ربط الهلال في جبهة العريس. أما الناس والمعازيم هو لغول إن العريس هو ابن العم، وهو ومن الأهل ومن أغرباء العروس، حتى يكون إعطاء للزوجة مما تملك ومما يحل لها أخذه من الرجال يساندوها في الحياة. الهلال وهو العطاء من الليل هو لمعنى الأخذ مما هو له، وحرم الله السرقة والميسر والربا والغش، وهو الإنسان يكون عاش بالحلال. وقال الرسول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والناس يعيشون من أهلهم وأولاد عمهم وليس من الغريب. فالهلال هو للغول بأنها هي ملكه، لأن الليل هو الغموض وهو العدم، والناس بتنوم وتكون شبه المنشلة أو ميتة، فلا تأخذ مما يملك الله، فهو لإغرار ذات الله. ولذلك القمر هو العطاء للحوجة، لأن شكل الدائرة هي الخط المعوج حتى يلتقي، ففي الاعوجاج في النقص، ففي أذى، يعني العطاء لأنه فقير أو إنه مسكين، فالدائرة لذلك فيها معاني الجمال. العطاء عند الحوجة، إنه الإنسان يكون مريض يدوه دواء يتعالج، الإنسان يكون فقير يعطوه مال فيأكل ويعيش، الإنسان يكون خايف يطبطب عليه ويؤمن، هذا العطاء في العوجة وفي في إنك تكون دائر ومحتاج فيه من الجمال، ولذلك القمر فيه معاني الجمال. في بداية الشهر يعني في الأصل، يعني في أصله هو إن هي بنت أهله، ويربط على الجبهة أو الجبين،
والجبين هي إنه في الفهم للإنسانية إنه الإنسان كائن حنيف خلق لعبادة الله، فالأنف تماثل الذكر لحمة موجودة، والفم لحمة فارغة تماثل الأنثى، بينهم بعد. فهذا البعد بين الأنف والفم أغره الله مرة أخرى في الجبين، إنه هذه الجبهة المنطقة الفارغة هو تسكير للفراغ بين الذكر والأنثى. ولذلك الجبهة والجبين هي في الرموز إنها هي الإغرار لفهم معين. وقال الله في القرآن ناصية كاذبة. فلبس الهلال في الجبهة أو الجبين هو لأنه الجبين أصلا محلة مرتبطة بأنه الإنسان يفهم أو يغير، فلبس الهلال في الجبهة هو الإغرار والقول بأنها هي بنت عمه وهي أهله وهي ملكه. فالرجل يلبس الهلال في الجردق، أما العروس ترمس بأنها هي بنت عمه، بأنها هي ملكه، أنها هي زوجته الكفه التي تماثله، هي سترته، أنه هو معها في تشابه ليس اختلاف غر إلى العورات والجماع. فتلبس طاقية من الذهب تسمى بالجدلة، والجدلة عبارة عن شعر صناعي خيوط، والشعور الكاذب هو للقول بأنها لمعاني الطهر، ليس في يعني تصهر الشعر الكاذب، إنه معاني الطهر ليس في شعور، ليس في وعي. فالطاقية الذهب هي عبارة عن جنيهات أو دوائر من الذهب، من في لون الذهب، وهذه الدوائر فيها نقط منقطة، والنقاط هي للقول بأنه بالضبط إنها هي حقته، بالضبط هي بالتعمه الكفو الملك ما بسيبت من أهله. فوجد له هي من كلمة أجد له، أجد له، أجد له، إنها هي جد ملكه، إنها هي بنت عمه الكفو البتماثله. و تجمل هذا الفكرة بالخيوط، بالخيط الكاذب، إنه إن تزوج غيرها فهو في زواج وجماع كاذب، وإن تزوجت غيره هي في جماع وزواج كاذب. وهذه الجدلة دوائر من الذهب كثيرة في شكل طاقية توضع على رأس العروس، وهي تماثل الهلال. الرجل بيلبس الهلال والعروس بتلبس الجدلة، وأجد له إن هذه الدواهر الذهب، الذهب هي الأذى هي به، إنه أذى هي به بمعنى فيه يعني يأبى الأذى، فهي الدوائر، فهي للقول بالأمان، إن هي ملكه، لأنه في اللغة العربية الملك يسمى السيد، والسيد من السي يعي يد، إنه لو في مشكلة بيصلحها، إنه الإنسان في ملكه دائما بيكون حريص إنه لا يبوظ لا وينخرب يصلحه. فلذلك دوائر الذهب هي للقول بأنه هو ابن عمها، هي ملكه التي حتكون معه في أمان وفي حصن وفي سلامة، لا يأذيها لأن هي تماثله وهي ملكه. أما أن أعطوها لرجل غريب ليس مثله في احتمالية يأذيها أو يضربها أو كده، لكن لأنه سيدة هي جد له، هي ملك له، فيها معنى الأمان. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمه اسمها آمنة، والآمنة هي المحصنة، إنها هي بنتهم آمنة. عندما كانت طفلة ولدها أهلها قالوا، نظروا إليها وقالوا هي حتكون من أنواع النساء التي تغر إلى إنها هي تريد تتزوج ابن عمها الكفو، وتكون في زواج محصن ليس في عار ومعاني أذى، وإلا يعطوها للرجل هي ملكه عشان يعتني بها كثير، وهي تكون في أمان معه. فلذلك هو لمعنى الشرف اسم آمنة، أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب. الحريرة، الحريرة هي خيوط ثوب الحرير الطبيعي الأحمر يربط على يد الذكر والأنثى، للإخبار بأن الحر أو الاختيار هو للحياء،
والاستحياء. فالحرير خيط ينسجه أو يخلقه ويصنعه دودة تسمى دودة الحرير، وهي تكثر في بلاد الصين، وهي تنسج الحرير كما تنسج العنكبوت أو حشرة الشبشة بيت من الخيوط. والحرير خيوط قوية وناعمة كثيرة النعومة والزلج، ولذلك سمي بالحرير لأنه ناعم ويتحرك كأنه له حر واختيار، ولذلك هو رمز للخيار. والحرير تربط في يد مكان العطاء للغول، إنه كان بينهم عطاء الحياء من المهر والحياة والمال والمساندة، وهو حر واختيار وليس قهر وليس جبر لسيئة، ولكن ما هو اختيار فيه العطاء. وقال الله في القرآن بتحريم الجبت والطاغوت، والجبت هو اليجي أبت ما ليس فيه عطاء ولا منفعة نهى عنه الله، والطاغوت هو الطاق وعيعت، وهو ما يأخذ طاقة وتعب لمعرفته من أعمال الإجرام والاعتداء غير مبرر. والزواج الذي هو أولاد عم، وهو خيار الحياة والعطاء، وهو ذكر وأنثى، وما هو طبيعي ومعروف يرمز إليه بالحريرة في الجرتك. الحريرة يكون فيها الفاروزة الزرقاء، وهو لقول إنه حر واختيار لما فيه الخير وعدم الأذى من الأذى رق. الأذى راق، يعني الإنسان حتى لو ضرب في يده هذا الضربة بعد فترة كده من ساعات بتغير اللون إلى لون أزرق لبني أسود غامض. إن لما الضربة تنتهي في البداية بتكون محمرة، فإنه لما الأذى ينتهي الله جعل هذا اللون اسمه اللون الأزرق، وهو لون السماء. فالحريرة فيها فاروزة الزرقاء لقول إنه الحر والاختيار الذي ليس فيه أذى، إنه ليس اللواط، إنه لم يتزوج من أجنبية، إنها هي بنت عمه الكف، إنه العارسي العرس ليس العار، ليس السفاح، إنه زواج ابن العم، إنه المحصن، إنه ليس فيه أذى، ولذلك الأزرق. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة في قضعة من حرير، ولذلك إنه الحرير هو من السنة في الزواج. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة كانا أبناء عم وأهل، ولذلك هي كانت ملك له. ومن الجرتق رغيس العروس. والزواج الإسلامي يكون بين الذكر والأنثى، والأنثى مخلوق وكائن ضعيف فيه الحوجة وله العطاء في الإسلام. وقال الله الرجال قوامون على النساء، وهو القيام باحتياجهم وعطائهم. والرغس العروس هو إظهار للموجودين بالأنثى والذكر بالرمز بمعنى المشقة والرقيس، فيقيف العريس والعروس في وسط المعازيم ما تسمى السباتة، وترقص العروس له، وهو إظهار الحوجة والأذى لما في الرقص من معنى نهي الأذى. والرقص هو من الرأى يلقي السوء يسوي، يعني الإنسان لما حصل له سوء فهو ما يسويه، يعني إن مثلا غرسته حشرة في جسمه فهو يحرك جسمه منها وكذا، فهذه الحركة تسمى بالرقيص، وهو النفط والحت والتحرك من الأذى تمثيله يعني. ولذلك الرقص فيه معاني نهي الأذى، والأنثى ترقص لتوضيح إنها أنثى لها أذى، والعريس يقف بجانبها ويبشرها بالخير من ضرب ولغاء أصبع يده ليقول إنه يعطيها في حالة الأذى والشدة ويساعدها، فيرفع يده يمحل منطقة العطاء ويرفعها عالية لمعنى العطاء الكثير، ويجعل له الصوت، يعني والصوت لأنه هو ما يتكون من الالتقاء، إنه حيكون واقع حيتم، ولذلك هو التبشير ويسمى بالشير. الرغيس هو لإظهار أنه زواج بين ذكر وأنثى، وقال الله ليس الذكر كالأنثى، وهو للقول أنه غير عمل أهل لوط، ولذلك فيه توضيح أن الأنثى ترغص وترى الأذى، وذكر فيه السبوت والاستبشار بالعطاء. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، هي اسمها عائشة، إن هي حتعيش إنه حيعرسوها ود عمها، ود عمها يقوم بحوجاتها، الرجال قوامون على النساء، إن هي حتعيش. وهذا هذه الفكرة في الزواج
هو ما يرمز إليه ويمثل بالرغيص، إنه العروس بترغوص إن عندها مشكلة، والعريس ببشيرة إنه حيحل المشكلة. الضريرة، الضريرة هي لمعنى الضرة والسترة، إنه الضريرة إنه نضاره، نضاره معناها انسكلوا. قال الله نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. والسوددة، الضريرة هي من السوددة والتأكيد، وهي مطحون ودقيق الصندل الخشب وبذرة المحلب، يوضع على رأس العريس والعروس بعد الزيت أو الدهن المعطر، وهو لقول إنهم صاروا محصنين. وقال الله رمي المحصنات، وقال الله محصنات غير مسافحات. فالمحصن هو الزواج بين الأولاد العم الأكفاء المتشابهين، فليس فيه معاني الأذى من العورات والاختلاف والجماع، فهم في حالة إحصان، حالة عدم أذى، إنهم هم في حالة أمان، فزواج طاهر يؤيد وجود الله. ومن رموز هذا إنه محصن يستعمل هذه الضريرة الصندل والزيت. الزيت يوضع الزيت أول حتى الضريرة، والزيت أو الدهن، الزيت لأنه هو لزج، إنه يبعد، إنه الإنسان لو وضع أصبعه على زيت ينزلج منه، هذا تزلج في الزيت هو للبعد، إنه النهي، إنه ليس لك. فلذلك الزيت هو كلمة غريبة من الذات، وهو لمعاني الذات والهوية والملك، إنه ليس لك. ولونه أصفر يعني فيه أذى، لأن الشجر محتاج يعطى الماء في مكانه، ليس كالحيوان يذهب إلى الماء، ولأن الحيوان فيه هذه كثرة الحوجة للعطاء نفسي نفسي، لذلك الزيت النباتي أو الزيت الحيواني يستعمل لمعنى الذات. وسيدنا المسيح عيسى بن مريم سمي بالمسيح لأنه كان يمسحونه بالزيت، لأنه كان من سلالة ملوك بني إسرائيل، كان من أحفاد وسلالة داود وسليمان. فاستعمال الزيت هو قد أمام الناس في الجرتق، هي أنهم هم أبناء عم من نفس الذات والهوية والقبيلة والشعب. قال الله قبيلت فصيلته التي تأويه، وقال الله شعوبه وقبائل لتتعارفوا، ففي خير في الذات وفي الهوية يجب تواصلها وحفظها. والزيت هو الإقرار إنها هم أبناء عم من نفس الذات، وإنهم هم هي ذاته، هي مثله، وإنها هي ملكه. والضريرة هو تأكيد للمعازيم إنه زواج تم فيه شروط الزواج، حتى ترقى الزوجين إلى مغام الحصن والسترة في الزواج، وعدم قول الزنا فيهم بالخطأ والهزار فيقتلوا ظلما بالرجم العقوبة الزنا. فالصندل شجر خشبة، وشجرة الصندل تنبت في بلاد الهند، مشتهر بها في بلاد الهند، لأن الهنود هم شعب إنساني يرمز إلى معنى الهند الهيندة، إنه عدم الأذى، إنه ما يكون في ريح عفنة، إنه ما يكون في متعب، هذا الصون من الأذى. لذلك الله أنبت شجر الصندل كثير في بلاد الهند. والصندل هي من الصون دله، شجر خشبة له رائحة وعطر طيب في الشم، وهو يرمز في الجرتك بالصون، إنهم هم مصونين، إنهم هم محصنين من الصندل. والصون دله إنه شجر كذا، لأنه شجر فيه الحوجة وفيه ممكن الأذى، ففي شجرة اسمها شجرة الصندل رائحتها طيبة، تستعمل خشبها في البخور عند العرب وفي الإنسانية عامة يعرفونه، ويستعمل في الجرتق من خشبه المدغوق المطحون. إنه حصن وحسن ومتقن ومصون وحسن وتام، عرس تام يعني. ومن الجرتق اللبن، واللبن هو الحليب العادي من الأبقار والغنم، وهو ماء أبيض خفيف، وهو يرمز لعطاء العلم والإخبار، ولذلك يعطى للجاهل الصغير من الأم لإخباره إنه جديد في الحياة. اللبن هو لقول الإظهار والشهرة في
في الزواج، وإنه كان في جرتق وإشهار للناس بالزواج. فاللبن لأن الماء لونها أبيض شفاف ليس فيها شيء، فهي لمعان الطهر. فعندما الماء يكون لونه أبيض مثل لون النور، والنور لمعان الطهر لأنه أبيض لعدم التكرار من لون النور، فهو لذلك استبيان لمعاني الماء، ولذلك سمي باللبن اللي يبين، يعني الذي يظهر ويغير ويفهم ويشرح. ولذلك اللبن يشرب منه الذكر والأنثى، وثم ينظرون إلى بعض للتأكيد من منظر وشكل الزوج حتى لا يزنوا بالخطأ، وثم يرشون منه إلى بعض حتى يوصل إلى وجه الآخر للقول إنهم يعرفون مظهر من تزوجوا به، ولا يخاف الناس من عرضهم وأزع بالخطأ. وقال الله لبن سائق للشاربين، قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت يمينهم، وهو تخصيص الجماع مع الزوج فقط من الشرف والطهر. واللبن هو تأكيد إنه يعرف من هو تزوج إليه وملامحه. في العادات العربية والعادات الإسلامية القديمة إنه الأنثى بعد بتكون محجبة وبتكون منقبة بتغطي وجهها، لأن الوجه فيه مظهر الذكر والأنثى، الأنف تشابه الذكر لحمة موجودة، والفم تشابه الأنثى لحمة فارقة، فهي لذلك الوجه فيه معاني العورة، وهذا مشهور في الشريعة وفي الإسلام وفي العرب. فيغطون البنات وجوههم والنساء من الرجال استحياء، إنه لو شاف وجهها جمع الذكر والأنثى احتمال يقول إنها هي بتشهر دائرة جماع وزنا، فبيغطن وجوههن من الحياة والأمان، ولأنه هو ليس ابن عمها الذي فيه معاني الطهر، جمع الذكر والأنثى معه في طهر، فيستحيون أن يرى وجههم من هو ليس ابن عمهم. ولذلك غطاء الوجه حتى في البيت بين الأهل العادين أحيانا يغطون وجههم. فكان لذلك العريس والعروس لم يروا بعض قبل الزواج، يمنعون من رؤية وجوه بعض أحيانا حتى من لكثرة معاني العفة والطهر، إنه لأن الوجه فيه معاني جمع الذكر والأنثى في طهر، فيه معاني جماع وعورة، فلصحة الأنساب إنه يقولوا هو لم يجامعها إلا ابن عمها، وحتى وجهها لم يراه إلا ابن عمها، ولم يراه إلا بعد الزواج، وإلا بعد مظاهر الزواج وطهر الزواج من شعائر الزواج. فاللبن لذلك هو يقول بان، يعني وضح، حصل توضيح، إنه ينظرون إلى بعض ويرشون بعض باللبن، يقولون إنهم رأوا بعض. لأول مرة في الجرتق وفي الزواج. ومن الجرتق النخل والجريد والبلح. النخل شجر يرمز للعطاء والحياة، وهو لتسكير الزواج للحياة والعطاء والزرية، وليس زنا للأذى والحروب. قال الله يستحيون نساءكم ويقتلون أبناءكم، في إنه علاقات الزنا والجماع بين الغرباء، بين الأفارقة الفراعنة وبين اليهود الفرس، كان لمعاني الحروب والأذى، لأنهم ليس أبناء عام، ليس علاقات طاهرة فيها زيادة الناس وفيها معرفة الله. وهو الحرب من الأذى الجنسي اللي كان بين اليهود والفراعنة المصريين. فلذلك النخل هو لمعنى العطاء، إنه الشجر فيه معاني الحوجة اللي يده الموية في حتة، وما زي الحيوان، حيوان بيستعمل رجوله الأربع إلى ترعة أو بحر يشرب منه ماء، أو بركة يشرب منها ماء. أما الشجر في مكانه، فهو كائن ضعيف الشجر، وشجر من الشيء يجي رأى الذي يعطى إليه. فلذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه حتى في نهاية العالم ده، في نهاية الكون، في شجرة المنتهى، إنه الشجر لمعنى الانتهاء والعدم. وقال الله من الشجر الأخضر نار، إنه الاحتكاك الخشب يولد النار فيحرق الخشب فيكون النار،
إنه في شجرة المنتهى، الشجرة ده النهاية ما فيه معاني العدم، ولذلك نهاية العالم والسماوات والأرض فيها في شجرة، شجرة السدر. والنخل هو شجرة فيها معاني العطاء، فهذه الثمرة البلح هي من البلاء، البلاهي هي بلت، هي أعطيت، فهي لونها بني وطويلة وحلوة، ففيها معاني العطاء. فلأن الزواج ليس هو لواط لمعاني الفقد وعدم الإحياء ومعاني الأذى، ولكن زواج أولاد عم لمعاني الخير والطيبة والمتعة، يرمزون إليه بالجريد وهو غصون شجر النخيل، والبلح الذي يأكلونه المعازيم. ومن الجرتق اليسري، واليسري خشب من شجر اليسر، ينضم يلون بالأسود والأحمر، ويلبسه العريس والعروس في الرقبة، وهو للغول بالرغبة أو الحوجة الجنسية تكون باليسير والساهل من دفع المهر، ولكن هو للغول بأن الجماع وحوجة الجماع تكون في اليسير، بمعنى في الطهر والنظافة والعطر والطيب وحسن المعاملة. قال الرسول يعني الملك الزوجة العاصية لزوجها في الجماع، يلعن الملك الزوجة العاصية لزوجها في الجماع بعد إذ أظهر الطهر والزواج الصحيح. والإسلام دين طهر ونظافة، قال الرسول النظافة من الإيمان، والإظهار بأنه مجمع طاهر ويكون فيه طيب بين الزوجين يؤيد إلى الأمان والخير بين الناس، وحتى لا يسيء الرجل ولا الأنثى في الجماع على حيض وهو حرام أو في عدم نظافة وطيب. قال الرسول محمد الزوجة التي ادخنت أو ادبخرت لا تأتي إلى الصلاة في المسجد، لأنها دخلت حال نفس نجس فيه الجماع وفقدت حال الطهر ليأذن لها بدخول المسجد. وهو الغول بأن الصحابة كانوا يجامعون نساءهم على الدخان والبخور والطيب، وهو اليسر والخير. اليسر من شروط الزواج، وفي عدم الراحة والطيبة يحق للزوجين طلب الطلاق. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى إذن لامرأة بطلاق زوجها لأنها شكت من رائحة فمه كانت تأذيها فطلقت منه. قال الله إن بعد العسر يسر، وهو النظر إلى اليسر والسهولة والطيبة في حالات التعب والمشقة والغنط، كما في جمع العورة في الجماع والزواج. الزواج السوداني يكون فيه معنى الطيبة، ولذلك استعمال الطيب والعطور والهدية للعروس يكون فيها الصندل والمحلب والمسك والضفرة والأرياح والعطور، حتى تكون بينهم العشرة والجماع في حال يستره ويرضي الله. فاستعمال اليسر هو لإنه التيسير، هذه علاقة سهلة، ليس لواط، ليس فيها معاني أذى، إنهم أبناء عم متشابهين في زمة وتشابه وعطاء حياء. ومن الجرثق الفركة، الفركة قماش فيه مربعات بالأحمر والأصفر والذهبي، وهو للوعي، لأن من معنى المربعات فيها حدة الأركان، لأن الدائرة ليس فيها حدة أركان، فيها سهولة ليس فيها وعي، أما المربع فيه وعي. فالمربعات القماش فيه مربعات كثير في التقاليد والشعبيات العربية. والذهبي بمعنى الحرص والتفكير من الأذى، والأصفر والأحمر لمعنى الحياء والرمز، وهو ثوب يغطى به العرسان كنوع من أنواع الغترة أو الشماق، ولكن فيه معنى معكوس لمعنى النظر والمشاهدة للجرتق وإظهار شعائر الزواج. أما الغدر أو الشماغ هو للغول عدم النظر، لأنه عاقل له عقال ولا يحرص للتأكيد والانتباه من الآخرين. أما الفركة لمعنى النظر إليه، فيه رأكة الذي فيه الرؤية غير مؤكدة يكثر إليه النظر. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جمع زوجته وأولاده وأحفاده في ثوب واحد يسمى بحديث الكساء، والثوب يرمز للسترة سترة العورة لمعنى الراحة، وفي لبس الثوب أو كساء واحد هو لمعنى إنه مرحام وأهل، وفي الجرتق يغطى به الزوج والزوجة تحت كساء الفركة لغول إنهم أهل ويكونون أهل وفي سترة. وقال الله نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا وضع الفركة، وكانوا يضعونها على رأس العريس والعروس، هو لأن في المسلمين والعرب في غض البصر، ففي جرتك لأنهم يريدون الناس ينظروا للعريس والعروس للشهادة وللشهرة والإغرار بالزواج للبركة وتأييد وجود الله، فيستعملون قماش الفركة
الذي يدعي إلى النظر، فهو أحمر وأصفر وذهب، ألوان مربعات، يعني أوعوا وانظروا وأوعوا. الحنة من الجرتق الحنة، والحنة هي مطحون دقيق صفق شجر الحنة، وهي شجر ينبت كثير في بلاد العرب واليمن. الحنة المطحونة عندما يضاف إليها الماء وتعجن في ملمسها إلى الجلد الإنسان يتكون لون أصفر وأحمر، وفي تركها في الجلد الإنس يزيد اللون إلى البنفسجي والأسود. والحنة توضع على الجلد في أشكال لمعنى الزينة والطيبة والمحنة والخير والصحبة الصالحة. الحنة هي الحي نيعط، إنه الذي وهي حي بمعنى يتحرك، وني بمعنى أني، وأتي بمعنى أعطي، ويأتي له. وهو لأن الحنة تتحرك من مكانها إلى الجلد بعد إضعاف الجلد، الحنة لا تثبت في الحنة ولكن تتحرك إلى الجلد وتعطي له اللون، ولذلك فيها معنى العطاء والكرم، وإنها تتحرك لتعطي. وكل مرة بيزيد هذا اللون إلى الجلد، وهذا التكرار هو يسمى المحنة، إنه يرجع الإنسان لما هو مثله. هذا الترجيع، هذا الإكسار لإشهار الزواج الإسلامي فيه يتحنن الذكر والأنثى. وفي أحاديث أن الصحابة كانوا الرجال كانوا يتحننون للشفاء وللعافية، والرجال والصحابة لبسوا الحرير للشفاء والعافية. وإن هو ليس يعني تقليد، ليس إنما يستعمل للرموز فقط، عند الجرتق يتحننون ويلبسون الحرير والذهب، أما عادة فهو من الحرام في الرجال. والجرتق لإشهار الزواج الإسلامي فيه يتحنن الذكر والأنثى، وهو للرموز، أما في العادة لا يتحنن الرجل في الإسلام، وكذلك لا يلبس الذهب ولا الحرير، كل ذلك لبس للرمز والإعلان والشهرة. الحنة فيها معنى العطاء، والحنة في الزوج والزوجة هو لقول إنهم يرون أجسامهم وعورتهم من منظار عطاء، لمعنى الولادة والمتعة وحسن العشرة، وليس لمعنى العورة من الأوساخ والنجاسات والشتم والسب بين الأزواج والحروب والإيذاء. وهو لذلك في الذكر والأنثى هو لإشهار الطيبة بين الزوجين والمودة، قال الله وجعل بينكم مودة ورحمة. وهو الزواج يكون فيه حسن المعاملة والطيبة بالذات الجماع في جمع العورة. الأنثى يكون فيها كثرة الحنة وزينتها لأنها لها فقد في العورة، ولذلك تحتاج لتبرئة نفسها بأنها لا تستعمل جسمها لمعاني السوء، ولكن تفكر في العطاء والذرية، ولكن تكون في حسن عشرة مع زوجها. قال الله إن بعد العسر يسر، وهو التفكير والانتظار للخير في حالات العسر والمشقة كما في معاني عورة الإنسان، وهو من حسن العشرة والمصاحبة بين الزوجين. فالحنة لذلك هي من المحنة، والله اسم الحنان المنان. والحنة هي للقول إنها هي تكرار، قال الله الزوج الودود الولود، الودود هي التي تتكرر إليه في طلبه. والحنة هي إنها هي محنة، إن دي محنة، إنهم أولاد عم وهم أهل من لحم ودم، ويعرفون بعض من قبل، سمعوا عن بعض، واحتمال عرف أمهاتهم بنات خالات، هم أولاد عم وأولاد خالات، وكانوا في وقتهم الأطفال يعرفون بعض، يلعبون مع بعض. فهذه المحنة هو للرجوع لما هو يعرف، كما إنه الحنة ترجع وتعطي مرة أخرى حتى يزداد اللون. وبعض العرب يلبسون الحنة لونه أصفر وأحمر، وأحمر للغور بأنها الحياء، إنه الما بيتزوج من أولاد عامه في محنة الحياء، الأحمر إنه الدم حيموت، حيضعنه في بطنه حيموت. أما في الجرتق وفي السودان الحنة تقليديا هي حتى يتركونها في جلدة الأنثى أو الذكر حتى يصل إلى اللون الأسود، واللون الأسود هو السوددة، إنه هو إقرار إنه هم أولاد عم، إنه هم 100% إنهم هم أولاد عم، إنه هو إغرار بأنهم هم أولاد عم، إنهم من نفس اللحم والدم، وإنها هي محن حقيقية بينهم إلى اللون الأسود، هو تأكيد. الجدلة هي طاقية الذهب وشعر الخيط، وتلبسها العروس في الجرتق، وهي الجدله، وهو نفي إنها تحتي الأجي والأتان، وهو لقول الشرف، وإنها تفكر في الطهر والخير لأنها تجمع فيها معنى النسج والجمع. والذهب فيه معنى الأمان من الأذى، هي ياب.
وقولي إنها حريصة في الزواج لأنه في الدماء وعدم الشرف معاني السوء والجدلة. أو طاقية الذهب مشهورة في عادات العرب وتستعمل في الزواج الإسلامي لإشهار الطهر في الزواج وصحته ليقبله الله كامل الطهر القدس. وقال الله التي تنكس غزلها والجدل لمعنى الجدية في الزواج، ولذلك تلبسها الأنثى لأنها أقوى حوجة في الزواج حتى يعيشها الرجل. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: اتزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومن الجرتق ما يسمى بالساموتة، والساموتة هي حجر كريم عقيق أو زجاج أسود طويل يلبسه في خيط في العنق العرسان في الجرتق، وهو لمعنى تبعيد الأذى لطول اللون الأسود، وهو لنكر معاني الأذى في الزواج واحتمال لمعنى الطهورة والختان لأنه يلبس في الرغبة وفي الزواج تنوس للحوجة. فالساموتة هي السيموتة، إنه الموت شيء سيء، إنه لا يريدون الموت يريدون الحياء، إنهم أبناء عام، ودي العلاقة في قوانين العرب والإنسانية لا حيكون فيها جريمة شرف ولا في زول حيقتلوه وطعنوا في بطنه، إنهم أولاد عام حيعيشوا السيموتة. وهذا هو في بعد اللون الأسود من الزجاج. الزجاج هو يعني الإنسان لا يرى فيه قوة البصر، فيه معوج، يعني الإنسان عندما ينظر إلى شيء تحت الزجاج يكون شكله مختلف من الحقيقة. ولذلك الله قال في القرآن عن الجنة: إن أنهار ماء غير آسن، والآسن يعني يأسني، يعني موية طاهرة شديد، يعني فيها حقية النظر. فالزجاج فيه الزجاج الأزيج، الأزيج يجي وعيج، إنه النظر فيه في الزجاج فيه تغير الشكل، كاذب، شيء كاذب وخطأ. ولذلك الزجاج الخطأ، يعني يقولون إنه الخطأ إنه لم يتزوج أولاد عمهم وزنوا وعملوا الأخطأ، فيها معاني الموت، يبقى البعد الأسود يعني. ولذلك سميت بالساموتة. وفي الجرتك يكون في السيف أو العصا أو صوت العنج، وهو يحمله العريس لمعنى الهيبة وإظهار إنه ذكر ورجل، وإنه يحمي أهله، وإنه كان محصن مع زوجته في عمل شعائر الزواج الإسلامي. قال الله: محصنات غير مسافحات. فلذلك السيف لأنه الحديد، الحديد هو المنع بين الشيئين المختلفين لمعنى الطهر، والسيف هو حاد فيه الأذى وهو بعيد يعني طويل، فبعد الأذى بالقوة الحديد ذلك سمي بالسيف، يسوي عف. فلذلك هو الزواج الطاهر، ويستعمل لقول إنه زواج طاهر وإنه محصن. والعصا كذلك هي من الأسلحة، وصوت العنج هو الجلد، الجلد هو مكان الوعي في في الجسم، فالجلد والجلد الذي يوجع، الصوت هذا صوت العنج الذي يوجع، هو قول إنه الجلد يوجع، إنه الزنا خطأ، وإنه علاقة طاهرة، وإنه زواج أولاد عم، وهي ليس فقط جسد، هي فقط أنثى في الجسم، ولكن إنها بالفكر إن هي بنت أخ الآب، إن هي ليس فيها معنى أي أذى، لأن الغريبة لأنها فيها معاني الجنابة، فتعتبر كأنها أنثى سيء، يعني كأنها دبر، تماثل الدبر. أما بنت العم لأنها هي أخ الآب، الأخ أبا، فإن هي قبل حقيقي وقبل طاهر وفرج طاهر وأنثى حقيقية للرجل. وهذا الفكر لذلك هو أقوى من فكر إن أي أنثى هي بس لأنها في الجسم أنثى معناها هي أنثى. ولذلك الجلد اليوجع في العرب هو الصوت، هو من الأسلحة المشهورة في العرب وفي الإسلام، إنه يستعمل لضرب الزنات، إنه يوجعهم في جلدهم في جسم، ده يقولون يخلوا التفكير في الجسم، إن الله ليس عيسى ابن مريم جسم، إنه حب الجسم وأجسام الناس ده كله من الخطأ، الإنسان يتزوج ابن عمه. و استعمال الأسلحة في الجرتق هو للقول إنه محصن وإنه ذكر، إن علاقة محصنة، ورمي المحصنات فيه خطأ، إنه أي إنسان إن كذب وشهد عليهم بزنا رمي محصنات، إنه الشريعة بتأذيه.
فلذلك أهمية السلاح في الجرتق، وأهمية الجرتق في تشهير الزواج الإسلامي، وهو من الأمان الاجتماعي، ولأن الدين الإسلامي هو دين يقول بأنه يعرف إن الله لم يلد ولم يولد، وليس عيسى ابن مريم، إن الله كامل الطهر قدوس ولم يتعب كما قال اليهود، ولم يلد كما قال النصارى، وفيه كمالية الطهر والقدسيات، ولأن الزواج الجمع الطاهر يقر إلى وجود الله الطاهر، لذلك إشهار الزواج والزواج الصحيح والزواج التام يرى إنه من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفيها تأييد زادتهم إيمانا، لأنه ومن آياته جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فالجرتق السوداني هو من العادات والتقاليد الإسلامية العربية في السودان في الزواج، وهي للإقرار بأن المتزوجين زواج هم أولاد عم وأكفاء يتشابهون، وهو ما أمر إليه الإسلام والقرآن. فالله في سورة الأحزاب الآية 50 قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك، وذكر الله بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وخالاتك، وختم الآية بقول: حتى لا يكون عليك حرج، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم حتى لا يكون عليك حرج. وبعد آيتين في الآية 52 من نفس سورة الأحزاب قال الله: لا يحل لك النساء، إن النساء العامة لا تحل. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير امرأة بنت العم. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يترك الرجل بنت عمه لا ينظر إليها ويتزوج من النبطية. فلذلك زواج أولاد العم والكفاءة، قال الله: لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الزوج الأكفاء وزوجي إليهم. والكفاءة هي من شروط الزواج، ليس فقط تكون بنت عم، ولكن بنت عمه الكفء حتى تكون تشابهه ويكون هو ابن عمها. ولذلك في الزواج المحصن وحمل السلاح، إنه هي من حياته، هي ذمته، هي التي هي معه في تشابهه، في إقرار الحياة وجود الله، فمن آذاها أو ممكن هو يأذيه دفاعا عن النفس وعن العرض وعن الشرف وعن الحياة وعن الدين. والجرتق في السودان وفي قبائل السودان الجعليين والأشراف، والعرب عامة يعرفون من هذه المظاهر الزواج، والمسلمين. والجرتق هو اشتهر به السودانيين العرب في السودان الجعاليين والأشراف الذين ينتمون إلى قريش. جعاليين يقولون إنهم جدهم العباس، والأشراف يقولون جدهم علي بن أبي طالب، وفي قبائل يقولون إن جدهم جعفر بن عبد المطلب. فالعرب في السودان هم اشتهر فيهم الجرتق والحرص في الجرتق في الزواج، ليس فقط لأنهم هم يعني من سلالة من نشروا الإسلام في أفريقيا وحاربوا للإسلام واستشهدوا للإسلام، والزواج فيه إقرار وجود الله، زواج أولاد العم الطاهر، وآيات الله، ولهم منفعة من ذلك. لكن في أجسام، إن العرب السودانيين أشكالهم جميلة، أما العرب في بلاد العرب أشكالهم حسناء أكثرهم، والحسناء إنهم لونهم أبيض وشعرهم أسود، وهذا اللون الأبيض يمانع في الكلام كثير عن الزواج والجماع. أما في السودانيين شكلهم جميل، فبشرتهم لونها صفراء، يعني أذى فيه رأس، اللون الأبيض فيه حمرة، إنه بعد من المعنى الأبيض والطاهر والعطاء، لأن الجلد فيه لا يوعى إلا باللمس، أما العين ترى من البعد في طهر، فالجلد إلا يوضع عليه الشيء حتى يلمسه ويوعى به، ولذلك فيه معنى نجاس الجلد والجماع. فلذلك اللون الأصفر فيه معنى الجماع والنجاسة، إنه الجمع نجس، فيه أذى، فيه رأى، وهو لون رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لونه أبيض عليه حمرة. وشفاهم بنفسجية، والشفاه هي الناعمة، إنه الفم فيه والقطيع والسنون، فالشفاه الناعمة هي البشرة الخيرة، إنه لا يحصل أذى، فيها البنفسج والحمرة البنفسجية، إنه هذا هو البنفسجي، هذا هو ما يتمنى، إنه الشفاء المعاني الخير والشفاء والطيبة هي الشيء الجميل.
وعيونهم بيضاء وشعرهم أسود. الشعر لأنه فيه فقد الوعي لذلك لونه أسود فيه حقية. فلأن السودانيين أشكالهم جميلة، أشكالهم مغرة لأنهم عرب، وأشكالهم مغرة لمعاني الزواج في العرب، لأن العرب هم العيرة أياب يرفضون الأذى. فهذه الملامح التي تؤيد إلى رفض الأذى من أن الجلد محل الجماع يكون لونه أصفر وكذا، فيه إغرار طبيعي إلى معاني الزواج الطاهر وأولاد العم والفهم الصحيح والعروبة، ولذلك اشتهروا بالجرتق. ولكن هو فيه إغرار الزواج الطاهر الإسلامي، ولذلك فيه حقية لجميع المسلمين والعرب. والجرتق فيه جمال وفيه متعة، وفيه خير وفيه متعة اجتماعية، فالعرس يكون جميل وتام. وللأسف يعني في بعض الناس تركوا الجرتق إلى أنواع أخرى من الإصهار في الزواج، مثل لبس الأوروبيين ولبس الزفاف الأبيض الذي هو يقول إن العروس بكر عزراء، فلأنهم هم يعبدون عيسى بن مريم بن العذراء. أما الجرتق الإسلامي فيه إظهار مفاهيم الإسلام والعروبة، ولذلك جماله وحفظه وشهرته بين الناس.